ما هي قدرات الطائرة الملقبة بثعلب البحر؟ لايك واشتراك وتعال لنكتشف. اعتبرت الطائرة دي H110 من النماذج الأكثر شهرة في فترة الخمسينيات والستينيات، وصممتها المملكة المتحدة كواحدة من الطائرات الاعتراضية والهجومية والتدريبية. وامتازت الطائرة بتصميم جناحين فريدين في الشكل، بعيداً عن الأشكال التقليدية للطائرات الأخرى. وامتلكت القدرة على التحليق بسرعات عالية وصلت إلى 1110 كيلومتر في الساعة، وارتفاع يصل إلى 15000 متر، وتمكنت من العمل ضمن مدى واسع يقدر ب 1270 كيلومتراً. ولكن في عام 1952 تفككت الطائرة في الجو بشكل غريب خلال عرض جوي، مما ساهم في نهاية هذه الطائرة وتقليل دورها في العمل العسكري.